حضرتك المخبز اللي هنا فيه. هم قالوا لك فين؟ قالوا في شارع يعقوب أرتين. ايوه اعرفه، كنت معاه امبارح. حضرتك كنت مع مين امبارح؟ يعقوب أرتين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكل الناس الحلوه في حلقه جديده من حلقات توجيه العقول. كلنا بنشوف ناس بتفتي بكل ثقة في الدين والاقتصاد والسياسة وفي أمور تانية كتير قوي، وهم ما يعرفوش الألف من كوز الدرة. اللطيف إنهم بيكونوا مصدقين إنهم بيفهموا فعلا. في الحلقة دي هنتكلم عن السبب العلمي ظاهرة الفتي بالمنظر ده، وإذا كنا احنا بنمارس النوع ده من الفتي، وإزاي نطلع برا الدايرة دي. بس الأول خلينا نرجع لحادثة حصل سنة 95. في حرامي سرق بنكين في مدينة بيتسبرغ في وضح النهار، وما كانش عامل أي حاجة عشان يتنكر ولا إن هو يخبي وشه، ده بالعكس كان بيبص في كاميرات المراقبة ويبتسم. طبعا ما خدش غلوة في ايدين البوليس، وعبال ما الليل جاء كانوا قبضوا عليه. الغريب ان هو ما كانش مصدق ان هو اتقبض عليه، وقال للبوليس انتوا ازاي قبضتوا عليا؟ فلما وروه الفيديو من كاميرات المراقبة في البنك قال لهم لا ده الفيديو ده اكيد متفبرك، ده انا كنت حاطط عصير ليمون. بتوع البوليس كده بصوا له باستغراب وقالوا له عصير ايه وليمون ايه؟ انت عبيط يا ابني. القصة باختصار ان صاحبنا ارى ان عصير الليمون بيستخدموه في عمل الحبر السحري، فهو تخيل ان هو لو حط عصير ليمون على وشه هيختفي هو كمان وكاميرات المراقبة مش هتعرف تشوفه. ففي اتنين باحثين من جامعة كورنيل في امريكا، واحد اسمه دانينج والتاني اسمه كروجر، كانوا مستغربين جدا زي البوليس لما سمعوا القصة. ازاي واحد يكون جاهل بالشكل ده ويكون عنده ثقة عمياء لدرجة ان هو يروح يسرق بنكين في وضح النهار في يوم واحد؟ فصمموا مجموعة من الاختبارات عشان يعرفوا اذا كانت دي ظاهرة عامة ولا لا، واذا كانت ظاهرة عامة يعرفوا ايه السبب بتاعها. الاختبارات اللي عملوها كانت بتقيس القدرات الاجتماعية والمنطقية والمهارية بتاع الطلبة في الجامعة. وبعد ما الطلبة كانوا بيخلصوا الاختبارات كانوا بيطلبوا منهم انهم يقدروا الدرجات بتاعتهم في الاختبارات مقارنة ببقية الطلبة. الغريب ان الطلبة اللي عملوا وحش جدا في الاختبارات قدروا ان الدرجات بتاعتهم اعلى بكتير من الواقع، وبالعكس الطلبة اللي كانت درجاتهم مرتفعة جدا في الاختبارات قدروا ان درجاتهم اقل شوية من الحقيقي. يعني بمعنى اصح الجهله كانوا متخيلين ان هم جامدين وما حصلوش وان هم كسروا الدنيا في الاختبارات، في حين الطلبه اللي كانوا عارفين بجد كانوا شاكين في قدراتهم. فزي ما بيت الشعر بيقول ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهاله في الشقاوه ينعم. فاللي احنا شايفينه ده ظاهره عامه ومش مجرد صدفه، ولكن يا ترى ايه سببها؟ السبب الاولاني ان الجاهل ما عندوش ادراك لحجم الحاجات اللي هو ما يعرفهاش. تخيلوا معايا كده شخص اتفرج على كام برنامج طبخ في التلفزيون وبقى بيعرف يقلي بيضه، وبقى متخيل ان هو تنين في الطبخ وهيدخل ينافس الشيف براك في النهائي. الشخص ده ادراكه لعالم الطبخ محدود جدا، فغالبا ما عندوش ادراك يشتري المكونات الكويسه للطبخ من فين وازاي. فمثلا ممكن ما يكونش عارف انواع الدقيق المختلفه وانهي نوع دقيق ينفع مع انهي وصفه، ولا انهي صنف بطاطس ينفع في القلي وانهي صنف ينفع في الطواجن، لان كل الحاجات عنده بطاطس. وممكن ما يكونش عنده مهارات اساسيه زي يمسك السكينه ازاي ولا يقيس المقادير ازاي وغيره وغيره. فتقديره لحجم المعلومات والمهارات اللي هو محتاجها للطبخ بتكون محدوده، وبالتالي حجم المعلومات اللي هو يعرفها بتكون كبيره جدا مقارنه بحدود معرفته. في حين الشخص المتمرس بيكون ادراكه للحاجات اللي هو عارفها مقارنه بالحاجات اللي هو محتاج يعرفها بتكون واقعيه اكتر، فبيكون شايف ان هو لسه قدامه كتير محتاج يعرفه. علشان كده الامام الشعبي عليه رحمه الله كان بيقول لا ادري نصف العلم، لان الشخص اللي عارف ان هو مش عارف غالبا افق اوسع بكتير. السبب الثاني الناس بتكون متخيله ان كل اللي حواليها زيها او شبهها ومستوى ادراكهم زي بعض، او زي ما بيسموه في علم النفس false consensus effect. فالجاهل بيكون متخيل ان كل الناس اللي حواليه جهله زيه او اجهل منه، في حين ان الشخص المتعلم بيكون متخيل ان الناس اللي حواليه متعلمين زيه او اكتر منه. فالجاهل بشويه العلم اللي عنده بيكون متخيل ان هو اعلم من كل الناس اللي حواليه وبالتالي هو ما حصلش، في حين ان المتعلم بيكون حاسس ان كل الناس اللي حواليه عارفين اكتر منه فبيحط نفسه في مكان اقل من مكانه الحقيقي. السبب الثالث ان في ناس كتير ما بتلاقيش حد يوجهها ولا حد تسمع منه نقد حقيقي. المشكله دي لها اسباب كتيره، لعل اهمها ان الناس بتميل للمجامله اكتر من النقد. سهل جدا ان انت تقول لواحد ان هو عظيم وجميل ورائع والناس بتنبسط من الكلام ده،
في حين ان اصعب بكتير ان انت تنقد حد وتوريه عيبه بطريقه لطيفه ولبقه. المديح المفرط ممكن يودي الناس في داهيه، خاصه الجهله. كم مره عندنا في صلاه الجمعه خطيب الجمعه مجاش، فالناس بصت كده في وسط المصلين وراحوا زاقين واحد كده وطلعينه يخطب. وما اقولكمش الخطبه اجاركم الله كانت تعبانه جدا. فالمصلين لما لقوا الراجل شكله مزبهل ومخطوف حبوا يطيبوا خاطره بعد الصلاه وقالوا له لا 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 ولا يهمك، ده الخطبه بتاعتك دي كانت 100 100. الكارثه بقى ان الراجل صدق وكان عاوز يخطب الجمعه اللي بعدها، وان احنا نقنعه ان هو ما ينفعش حاجة مأساة. والمشهد ده بيتكرر كتير في بلادنا، وياخدوا واحد من الدار للنار وفجأة يبقى مدير أو سياسي أو إعلامي، وشلة المصلحجية اللي حواليه بيبتدوا ينفخوا فيه ويقولوا له أوه أنت ما حصلتش، وصاحبنا ده بجهله بيبتدي يصدق ويعمل كوارث. يعني ما نمدحش الناس؟ لا، ممكن نمدحهم، بس في طرق صح للمدح وفي طرق غلط للمدح، وكان في حلقه قبل كده انا عملتها على الطرق المظبوطه للمدح. المشكله الثانيه ان في ناس مش متعوده ان هي تسمع نقد، وبتعتبر ان اي واحد بينقدها ده عدو او واحد بيحقد عليها، في حين ان عمر الخطاب رضي الله عنه قال رحم الله امرا اهدى الي عيوبي. فلما نسمع نقد من الناس خلينا نفكر فيه، ممكن يكون كلامهم حق فعلا وممكن يدفعنا للتغيير الايجابي. المشكله الثالثه ان في ناس ما بتطلبش النصح من اهل الخبره وما بيسمعوش نقد لاي حاجه هم بيعملوها. ممكن يكون السبب في ده ان هم ما خطرش في بالهم اصلا ان هم يطلبوا النصح، او ان هم خايفين ان هم يكتشفوا ان هم عكاكين. الصح ان كل واحد فينا يكون عنده شخص او مجموعه من الناس بيسالهم باستمرار وبيطلب منهم النصح، والشخص اللي احنا بنطلب منه النصح ده لازم نحسسه ان احنا عندنا استعداد ان احنا نسمع اي حاجه منه. وزي ما المثل بيقول اللي ملوش كبير يشتري له كبير. فلو كل الناس اللي حواليك بتمدحك وما بتطلبش النصح من اي حد وما عندكش استعداد ان انت تسمع اي نقد، فغالبا انت واخد الم في نفسك. طب والحل ايه؟ الحل في حاجتين. الحاجة الأولانية إن احنا نتعلم بجد، فقبل ما نفتي في أي موضوع نروح نتعلم عنه. أول كلمة نزلت من القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ كانت اقرأ. فكونك قريت كده كتابين في الفقه مش معناها إن أنت تفتي الناس أو إن أنت بقيت فقيه، وكونك إن أنت حفظت لك كام حديث مش معناها إن أنت بقيت عالم حديث، وكونك إن أنت بتتفرج على برامج عالم الحيوان مش معناها إن أنت بقيت عالم طبيعة، وكونك بتروح للدكاترة كتير مش معناها إن أنت تفتي في الطب. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فلو أنت بذلت بين 500 ل1000 ساعة عشان تتعلم علم معين، غالباً هبتدي تقدر أبعاد العلم ده، وغالباً مش هتوصل لمستوى من الإتقان في العلم ده لغاية لما تبذل فيه على الأقل 10,000 ساعة. أنا اتكلمت عن قاعدة ال10,000 ساعة في حلقة فاتت عن الوظائف السيادية، فياريت ترجعوا لها. بما أننا بنتكلم عن القدرات والتعلم، خلينا أوريكم رسم بياني مشهور بيوري مستوى علم الناس مقارنة بتفاؤلهم وقدراتهم. في الأول لما بيكون علمهم محدود بيكون عندهم حاجة بيسموها التفاؤل الساذج. لما ابتدي العلم بتاعهم يزيد شوية بيكتشفوا هم جهلة قد إيه، والتفاؤل ده كله بيختفي وبيحصل عندهم ما يسمى بالتشاؤم الساذج. لما بنتعلم أكتر بنبتدي نشوف أبعاد العلم اللي احنا عاوزين نتعلمه، فبيكون عندنا ما يسمى بالتشاؤم المبني على علم. بس كل ما بنتعلم أكتر كل ما التفاؤل بتاعنا بيزيد لغاية لما بنوصل لمرحلة التفاؤل المبني على علم. في النهاية لو لقيت واحد جاهل واثق في نفسه ثقة عمياء فما تستغربش وحاول تنوره بس بأدب. ولو لقيت ان انت واثق في نفسك في موضوع انت ما تعرفش عنه كتير فشك في نفسك وابذل مجهود عشان تتعلم. في حاجة تانية عاوز الفت الانتباه ليها، لو سألوا اي واحد فينا علاقتك بربنا اخبارها ايه؟ يا ترى هل هنلاقي جوانا نفس الاوهام دي؟ لو حسيت ان انت ما حصلتش وان الايمان بينقط منك وان انت اكيد هتدخل الجنة حتف، انا عاوزك كده تفكر هل ده من وساوس الشيطان؟ الصحابة والصالحين كانوا حاسين دايما ان هم مقصرين، يا ترى هل هم كانوا عارفين حاجة احنا ما نعرفهاش؟ في نهاية الحلقة احب اسمع عن تجاربكم مع الناس الجهلة في التعليقات اسفل الفيديو، ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لها شير على فيسبوك وتويتر واتساب، ولو ما عجبتكوش اعملوا لها شير برضو واعملوا عليها حفلة انتوا واصحابكم، وضروري تعملوا سبسكرايب عشان يصلكم كل جديد من القناة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.